هاي المنطقة اللي احنا بنحكي عنها هي تقدر بتقريبا 1000 دولم، تعود ملكيتها لعائلة عودي في خرب السلامي. طبعا خطر شق هذا الشارع هو الخطر الحقيقي الموجود. في حال تم ربط هذا الشارع المنوي فتحه من قبل المستوطن، ستصبح هذه المنطقة بأكملها في دائرة التهديد وفي دائرة تهديد المستوطنين المباشر على المزارعين، وبذلك ستصبح المنطقة في غاية الصعوبة لوصول أصحاب الأراضي لها، لأنك تعلم جيدا بأن المستوطن مسلح والمواطن لا حيلة له مقابل هذا المستوطن. المستوطن عماله بشق فيها بشكل غير قانوني في جنح الظلام، ولا يوجد معه أي تصاريح حتى من الجهات أو السلطات الإسرائيلية. فلذلك عند مواجهته بأبسط الإمكانيات اللي هي بأجسامنا المجردة بيختصر وبيرجع. فلا أعلم يعني ما الهدف من سعيه لفتح هذه الشوارع، ولكن تعلم جيدا بأن أهدافهم خبيثة وبعيدة الأمد حتى السيطرة على كل المنطقة المحيطة بهذه المستوطنين. دلالة قاطعة على أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت العنان للمستوطنين لكي يعيثوا فسادا في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في المناطق التي تقع قرب المستعمرات الإسرائيلية، بحيث أن المستوطن هو الذي يأخذ القانون بيده ويقوم بكل ما يعني يستطيع من إيذاء للمواطن الفلسطيني، سواء الإيذاء الجسدي أو كذلك الإيذاء على في الممتلكات الأخرى. بلشنا بشكاوي عند الشرطة الإسرائيلية ضد هذا المستوطن لكي يتم على الأقل حاليا إيقاف العمل. تنسيق بين الأجهزة الأمنية الإسرائيلية والمستوطنين يجري على يد منظمات إرهابية صهيونية تعرفها سلطات الاحتلال الإسرائيلي وتعرف هوية كل فرد منهم، وإنما تهمل هذا الموضوع على غرار ما كان يجري في العام 1947 من المنظمات الإرهابية الصهيونية الإرغون والشتير والهجنا والبلماخ وإسل وما إلى ذلك من منظمات إرهابية.